القاهرة، والصورة اللي احنا بنشوفها والصور اللي احنا بنشوفها خلال الفترة اللي فاتت لاستاد القاهرة حاجة بصراحة تفرح جدا جدا، وده يدل على ايه؟ يدل على مجهود كبير جدا جدا بتقوم به الدولة بشكل عام وكل المسؤولين على استاد القاهرة، وبتحديد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، عشان كده هو معانا على الهاتف في هذه اللحظات. يا سيادة اللواء مساء الفل عليك. مساء الخير، ازيك يا امير؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، والله الحمد لله في نعمة. يعني احنا في البداية بنشوف لقطات دلوقتي وانت معانا على الهاتف على الشاشة، لقطات جميلة جدا لاستاد القاهرة، لقطات ممكن البعض ما كانش يتوقع ان في يوم من الايام يشوف استاد القاهرة سواء أرضية الملعب او حتى المدرجات كاستاد بشكل عام بهذه الصورة الحضرية والصورة الرائعة اللي بتعكف او بتعكس بالتحديد مدى الاهتمام بالبطولة والاستعدادات القوية من قبل استاد القاهرة بالتحديد ومصر بشكل عام لهذه البطولة. انا عايز اشكرك على المجهود ده، بما ان حضرتك طبعا رئيس هيئة استاد القاهرة، واكيد مجهودات كبيرة جدا بتعملوها عشان الاستاد يخرج بالصورة اللي احنا بنشوفها دي. والله يا امير، يعني الشكر لكل مؤسسات الدولة، لكل الشركات اللي شغالة، المقاولين العرب والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وأسرة الأهل استاد القاهرة وكل المسؤولين، بداية من يعني السيد الرئيس، كله بيتابع، والحمد لله رب العالمين احنا ماشيين كويس جدا زي ما حضرتك شايف. وإذا كنا اتأخرنا شوية غصب عننا، يعني طبعا انت عارف ان الاستاد عشان تعمل فيه كل ده كان في طبعا مشاكل بتقابلنا، لان كان في بنيه تحتيه من السبعينات بتقابلنا، فكان لازم نغير لزمن علينا. ما ينفعش تعمل حاجه زي كده غير ما تعملها صح طبعا، وما ينفعش تسيب حاجه تعمل مشكله في المستقبل القريب يعني. فالحمد لله يعني ربنا يوفقنا ويكمل لنا على خير، ولسه الشغل ما خلصش ولسه في مجهود كبير. ايه اللي متبقي بقى يا سياده اللواء؟ ايه المتبقي في استاد القاهره عشان خلاص يكون جاهز تماما لاستضافه البطوله ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله في خلال ايام قبل العيد وبعد العيد مباشره هنكون خلصنا ان شاء الله كل حاجه. يعني بعد كده بقى التحسينات والمجهود اللي بيتم ورا كل الاشغالات اللي بتتم دي، من تحسين بقى الاستعداد والشوارع المؤديه والمحيطه. انت كنت شغال في محيط استاد القاهره، طبعا، لكن الشوارع المؤديه راحه الجمهور بالذات من جميع المداخل الهيئه، لازم تكون كل حاجه ان شاء الله كويسه، واحنا بنبذل مجهود مع المحافظه ومع كل المؤسسات ده، وما فيش حد بيبخل علينا بحاجه بصراحه. الحمد لله، وربنا يكمل بخير والمجهود كله يكلل بالنجاح، وتظهر البطولة في أحسن حالاتها، تليق بمصر وتليق بحكومة مصر وتليق باللي بيتم حاليا في الدولة كلها، ونقول إن مصر اهي، مصر الجديدة اهي، مش بس في 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 المجالات اللي بتتم في البلد كلها، لا، وحتى في مجال الرياضة والبنية التحتية للاستادات، كل حاجة الحمد لله بتتحسن وفي وقت محدود وبتركيز عالي جدا. دي شيء يبشر بالخير، ودايما يا رب مصر في المقدمه وتحتل مكانها وسط افريقيا ووسط العالم العربي والعالم بالكامل يعني. ان شاء الله اكيد ده شيء مهم جدا، لكن سؤال مهم ايضا يا سياده اللواء، يعني بعد ان شاء الله باذن الله لما الاستاد القاهره يظهر بالصوره اللي احنا شايفينها كده قدامنا على الشاشه دي في بطوله الامم الافريقيه، هل تم التفكير في كيفيه صيانه ارضيه الملعب بالتحديد بعد المصاريف الباهظه او والكثيره جدا اللي تم انفاقها على استاد القاهره عشان يظهر بالصوره الجيده دي، عشان ان شاء الله نتفادى سوء ارضيه الملعب فيما بعد على حسب طبعا المناخ وعلى حسب كل الامور اللي احنا تعودنا عليها خلال السنوات السابقه في مصر بالتحديد؟ ما يخص ارضيه الملعب، انت خلاص دخلت في تقنيه حديثه جديده فيها يعني ان شاء الله النجيله تفضل كده بحاله ممتازه كويس شتاء وصيف. حلو. فيما يخص كل حاجه اهم من اللي بيتم حاليا والتحديث والاحلال والتجديد هو الصيانه بعد كده. انت النهارده الحاجه اللي انت بتعملها على مستوى يليق بمصر وعلى كل المواصفات العالميه لازم تحافظ عليها يا فندم، والا يبقى احنا كده بنهدر في المال العام. فطبعا الصيانه دي اهم حاجه، وكلام حضرتك مظبوط جدا، ان شاء الله استاد القاهره يفضل زي ما هو، الطابع الخاص في قلب كل مصري يفضل استاد القاهره هو في المقدمه
في مصر والعالم العربي والافريقي كله ان شاء الله، وله ترتيب عالمي كمان. طيب بخلاف المجهودات اللي بتظهر لينا من خلال الصور اللي بنشوفها دي، اكيد في مجهودات اخرى ما حدش واخد باله منها، بتتمثل في ايه يا سياده اللواء بالتحديد؟ وانا كنت بتكلم مع حضرتك في هذه الجزئيه قبل الهوا يعني. والله طبعا انت عارف يعني الموضوع دلوقتي عايز حمله نظافه استعدادا لاستقبال جماهير مصر العظيمه. حمله كبيره جدا، استيراد دورات المياه، كل ما يخص راحه الجمهور المصري ان شاء الله. انت عارف النهارده التامينات كلها بتعتمد على التكنولوجيا، مش طبعا ان انا افتش حد وادخله، لا طبعا. انا اوفر له سبل الراحه من ساعه ما يخش من البوابه الرئيسيه للهيئه لغايه ما يقعد على كرسيه، يلاقي كل حاجه محتاجها عشان يبقى قاعد مبسوط عشان ما يعملش مخالفات. دي نمره واحد. واي حاجه بعد كده تخص الانضباط ولا حاجه، احنا شعب جميل جدا ونحترم القانون والانضباط، واي حاجه فيها قانون بنحترمها. بعد كده كل واحد هيلتزم ان شاء الله وهنتعود على هذا الانضباط. احنا مشكلتنا ان احنا مش متعودين. لا احنا نتعود، زي بالظبط كده. لو حضرتك خدت بالك مثلا المرور في الشارع المصري، المرور لما بينضبط الناس كلها بتنضبط. طبعا طبعا ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله باذن الله، وبنجهز نفسنا والناس شغاله. والله امير 24 ساعه. أكيد يعني وان شاء الله باذن الله يا رب ان احنا بنعمله ده يلقى يعني اعجاب من الجمهور المصري، اهم حاجه ان شاء الله. واحنا مسؤوليتنا ان احنا نحافظ على الحاجه دي قدام الدوله عشان تفضل استاد القاهره كبنيه تحتيه متحافظ عليها ان شاء الله في المستقبل، ننظم بطولة عالم وربنا يوفق المنتخب يا رب ان شاء الله. يا سياده اللواء انا بشكر باذن الله فرح. باذن الله بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره، واتكلمنا معاه بشكل مفصل عن كل ما يخص الاستاد واستعداداته لاستضافه مجموعه مصر بالتحديد وبطوله الامم الافريقيه ان شاء الله. وصور في الحقيقه شفناها اكثر من رائعه للاستاد.